شركة فيكوجين هي الشركة الرائدة في مجال كاميرات المراقبة والسكيورتي بشكل عام، فهي الشركة الأولى عالميا معها براد اختراع سواء في إدخال الذكاء الاصطناعي في مجال الكاميرات بشكل عام، يعني كاميرات المراقبة مع الحلول الأمنية، وتعتبر حلول قوية واضحة بأسعار مناسبة. تعتبر الشركة الأولى سواء في اليمن أو خارج اليمن، حتى في اليمن تعتبر الشركة الأولى، بحيث لأنه أغلب الشركات والمؤسسات والمنظمات والبنوك تستخدم هيكفيجن للرقابة أو للحلول الأمنية بشكل عام. مشاركة هيكفيجن كشركة تعتبر الشركة الأولى على مستوى الصين وشركة عالمية في مجال السكيورتي سواء على مستوى كاميرات المراقبة أكسس كنترول. مشاركتها في المعرض سايتكس هنا في اليمن مشاركة فعالة، أبرزت جديد التكنولوجيا من ناحية الكاميرات المراقبة وإيش التكنولوجيا المستخدمة فيها على مستوى كاميرات المراقبة تشتغل ستاندالون للمزارع، على مستوى كاميرات المراقبة اللي هي فيها ذكاء اصطناعي تساعد أصحاب البزنس في اتخاذ القرارات. برضو مشاركتها جديدة التكنولوجيا، مشاركة جيدة جدا، وإن شاء الله يستفيد منها الباحثين سواء الشركات أو المؤسسات الحكومية أو المؤسسات التعليمية. So first one is the object detection model, which means recognizes the location and type of each target in images. As you can see, like monkey detection, pig detection, container detection. And the second is the feature classification model, which means recognizes object status or skins with a specific or multiple characteristics in images. Like you can see the single feature classification model, multiple, multi.